مكملين بمشوارنا لليوم، انتقلنا من بسوس على الحدث لخبركم، ومثل ما عودناكم ببرنامج العودة إلى النملية عن قصة كتير حلوة. اليوم ستات قرروا أنه يكافحوا ويكملوا ويناضلوا بالرغم من أنه عندهم أشغال كتير كانت بحياتهم، ولكن ما استسلموا وقرروا أنه يكملوا ويعملوا جمعية. هلأ بنعرف تفاصيلها. بدي أعرفكم على دكتور نيكول صعب. نحن صحيح كلود وأنا بلشنا بالفكرة، بس نحن الحقيقة مجموعة ستات، قسم نعرف بعضنا وقسم لأ، تعرفنا على بعضنا مؤخرا يعني من كم شهر، بس للحقيقة جمعنا عنصرين أساسيين، واحد سلبي واحد إيجابي. السلبي هو أنه كل اللي جمعناهم خلال حياتنا أنه نحن بدنا نوصل لوقت نرتاح، شفناهم محطوطين بمدفن مش ببنوكي، بقى قررنا طاروا المصاري بالبنوك، طاروا. فرح ننقل على الشق الإيجابي، نكون دايما هيك إيجابية. في عنصر بيجمعنا تاني، هيدا الإيجابي اللي عم بحكي عنه، إنه الحمد لله منعرف نعمل شيء تاني. اجتمعنا وطلعت فكرة الجمعية المحلية الإعدادية التعاونية، لأنه ما فينا نفوت بتعاونية دغري. إذا الله وفقنا والسنتين اللي جايين كنا عم نشتغل مزبوط، الشغل ماشي حاله، مننتقل لتعاونية. فتنا على المديرية العامة للتعاونيات، ما حسينا حالنا فايتين على إدارة رسمية للحقيقة، كانوا في تسهيلات يعني لدرجة بقى ما في إلا ما أشكرهم، نشكرهم كلنا سوا يعني باسم الكل. هي المديرية العامة للتعاونيات بشخص دكتور جلوريا أبو زيد المديرة العامة وفريق عملها. هلأ بدي أعرفكم على الدكتور كلود مارون، يلي كمان كنت عم نسق أنا وياها الحلقة. وخليني أقول أكتر، بدنا نحكي عن العمليات يلي الجمعية مفترض أنه تقلعوا قريباً أنكم تعملوها. دكتور أول شيء خبريني عنك، كمان بهمني يعرفوا المشاهدين عن قصتك الحلوة كتير وإصرارك يعني على النشاط الدائم. خلينا نقول مثل ما قالت نيكول، نحن جايين من خلفية غير شيء تمام، يعني كنا على طول، أنا يعني أن فيزيوثيرابي بشتغل فيزيوثيرابي، كنت مديرة قسم الفيزيوثيرابي بمستشفى الجامعة الأمريكية، ولقيت حالي مثل ما قالت نيكول طار كل شيء بقى وكنا متكلة انه الروتريت تبعيتها على رواق بتكون موجودة ونشتغل على مهلنا وبكفي بالكونسلتاسيون وهالاشياء كلياتها. لقينا انه خلص ما بقى في شيء، عم نكفي بالتعليم، بس شغفنا للأكل وتحضير الأكل الطيب، قلنا ليش ما بدنا نشوف الدنيا سودة، في مجال تاني الواحد يكفي يشتغل، وبلشنا بهالشغل هيدا بقى. ومثل ما شفت جربنا نحافظ على الأشياء التراثية بالمنتوجات تبعولنا، وبنفس الوقت عم نجرب نشتغل بشقين. أول شق هو أشياء هلسي تكون صحية، مثلا الكوكيز هيدا ما في سكر ما في زبدة بس كتير طيب هلأ رح تدقوه. بنفس الوقت في ناس بتحب تاكل الأشياء مثل ما هي، عم نحضر أشياء مثل ما هي. نحن عم نطل على كذا منطقة، بتعرفوا صرنا صار عنا عشرات الحلقات ببرنامج العودة إلى النملية. في محلات عم يلفتنا أنه عم تكون غالي البرودكتس المنتوجات، يعني نحن بدنا ننتبه. هون لفتوا لي نظري الستات هون أنه كتير مركزين على قصة التكلفة أنه تكون مقبولة. هيدي منتوجات وطنية بلبنان، مفترض تكون أقل من الشغلات المستوردة. صحيح. وكمان كرمال أنه تربحه وكرمال يكون في بيع والناس تقدر تشتري، يعني يكون الدورة تكون مظبوطة. صحيح. خلينا نبلش مثلا السوسات يلي عاملينها فيه. هول مثلا السوسز هول أربعتون السوسات هول مش لبنانية، هول يعني من برا بنجيبهم كثير غاليين، فوالا بنجيبهم كثير. هلا اذا بدنا نشتريهم من لبنان جايين من برا بيكونوا كثير غاليين، نحن عم نجرب نعملهم ارخص بكثير. دونك في عندنا هون المربى البصل، عندنا الشتني المانجو، عندنا الريليش يلي هن مثلا هيدا هندي هيدا فرنسي، الريليش كندي او امريكا الشماليه، وهول طيبين يتاكلوا مع كراكرز ومع الترين مثلا يلي هي فرنسي، هال الميلانج يعني
تبع الحامض حلو، حامض حلو او مالح حلو بيعطي نكهه كثير كثير طيبه. نحن بمطعمنا الشرقي مش معودين كثير عليها، ولكن لا. المطاعم يلي اجت الجبوة اللبنانيه هون بلشت تفوت على بيوتنا، قصه السويتنس الحلاوي شوي بالاكل بالسلطات باكثر من شغله. مربى اللقطين، هيدا لقطين وهيدا لقطين، بس كل واحد بنكهه شكل. هيدا لقطين الكلاسيك تبع لبنان، بهالطريقه منكون عمال نزيد منتجات عن النمليه. هيدا البصفير يلي مدام جورجيت تعمله كتير كتير طيب، وهيدا مربى القرع، كتير قليل الناس يلي بيعرفوا انه بينعمل مربى قرع، وهيدا مربى المشمش الموجود. طيب في شغله لفتوني كمان فيها، انه مثل البصفير مثل كذا الحدث منطقه مكتظه سكانيا، انما بعد في شجرات بصفير، وكمان عم تصور عم تقدروا تستعملوا شوي من السوق هون او شجرات هون الطبيعه. لانه نحن عم نجرب نشتغل كثير بطريقه تكون طريقه منيحه للبيئه يعني. هلا وحتى عم نجرب يكون عندنا صفر ويست يعني. مثلا بعطيك اكزامبل البصفير، البصفير قشره عملناه مع سكر، عقدنا سكر معه لحتى ينقص مع الجاتو، مثلا بتنكه الجاتو فيه. هو اللب عملناه مربى، والكل المي تبع الفواكه عملناها مثلا شراب. شو بتنصحيني؟ اذا بدك تاخذ ولا تدوق الكراكرز مع شقفه ترين. اوه هيدي نمليه، افكار فرنسويه للنمليه اللبنانيه. ولا في هيدا منتج فرنسي كندي وهيدا بصل مربى البصل، كأنه شوي سويت حسيته كمان. مزبوط، ما هو سويت اسمه مربى. كتير طيب تاكله مع الفواجرا مثلا، مع كل شيء، لحم بارد، دجاج بارد، سمك بارد. كل هول الصوصات بتاكلوا مع اللحم الباردة. واو، بعد بدي ذوقك شتني دومانج. والكراكرز الكراكرز عاملينهم بعدة نكهات كمان. هلا ونضموا كمان ستات بجنة كمان لحمة. حتى مع انه لو لحمة كمان كمان وعملناها بس لنذوق انه هيدول الصوص بيتاكلوا مع هالشغلة. طيب اوكي، هيدا شوف لنا مربى اللقطين بنكهة. صبايا ما بدهم يفضحوا شو النكهات، كثير طيبة وكثير كرييتيف، فكرة ذكية. معودين نحن عم ربى اللقطين العادة، هلا هون هيدا الطعم زايدينها بتلبق كثير طيبة. كوكيز قلنا بلا هيدا هلسي، اي بلا سكر وبلا زبدة. بشو دبس؟ دبس الخروب. مزبوط، دبس الخروب يا جماعة، قصة كبيرة وكثير طيب يعني. هلا مع الكوكيز شو عجبكم؟ انه بشيل الطعمات ولا لا؟ بشيلها يخزي العين. لذوق مربى القرع بهمني. تفضل معنك، لانه اول مره صراحه. ايه طعمته غريبه بس مربى يعني. بعد قلت لكم مربيات كل شيء، مربى البصل اليوم بدقناه ومربى القرع، هودي شغلتين جديد. كثير مبسوط اني تعرفت عليكم، كثير مبسوط انه هلا كمان مشاهدينا تعرفوا عليكم. بتستاهلوا يعني علامه جدا عاليه، ما دقت شيء مش طيب عندكم، وبرافو عليكم، برافو الانرجي اللي عندكم اياها، الطاقه اللي عندكم اياها، كملوا. نحن دائما نكون مبسوطين نتعرف على ناس ناخذ منهم هيدي الطاقه الايجابيه ونتعلم منهم انه نحن بحياتنا وبلبنان بالرغم من كل الصعوبات فينا نحن نكمل.